اختم معك عزيزي الطالب دراسه هذه الوحده بدرسها الخامس وهذا الدرس غايه في الاهميه لانه يرتبط ارتباطا وثيقا بحل مشكلات الدعوه التي عقد من اجلها هذا المقرر مصادر الدعوه وخصائصها التي وقفنا عليها القران والسنه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سيره الخلفاء الراشدين ونختم الان ببيان الدروس والعبر المستفاده من وقائع العلماء والدعاه في ضوء تلك المصادر بمعنى ان يقف الداعيه على المواقف والمشاهد التي تعلق بها الدعاه والتي لحقت بهم في ضوء سيرهم على مصادر الدعوه الاسلاميه الراشده. وعناصر هذا الدرس كذلك تكون في بيان المقصود بوقائع العلماء والدعاه. ان الوقائع والاحداث التي مرت على الدعاه والعلماء فيها الادله وفيها العبر وفيها الدروس بهذا سميناها وقائع العلماء وأيضا سنقب من خلال هذا هذه العناصر على أهمية هذه الوقائع في حياة الدعاة وفي حياة الدعوة على حد سواء وأخيرا نتناول المنهج الرشيد الذي يجب أن يتعامل به الداعية وينطلق من هذه الوقائع التي مرت على علماء الأمة ودعاتها إليك الآن عزيزي الطالب العنصر الاول من هذه العناصر، ما المقصود بوقائع الدعاه؟ الوقائع التي مرت بها العملية الدعوية والتي مر بها الدعاه المقصود بها هي تلك التجارب العملية، تجربة مر بها داعية وتصرف بشري معين في موقف ما وقع لبعض العلماء الراسخين في العلم والدعاة المخلصين في دعوتهم على ضوء الكتاب والسنه وسير الصحابه والتابعين، اذا المقصود بتلك الوقائع هي التجربه التي مر بها الدعاه والتي تعلموا منها والتي تفاعلوا معها في ضوء الكتاب والسنه وهكذا ينبغي على الداعيه المعاصر ان يسير على هذا المنهج. هذا اولا، ثانيا ما المقصود باهميه دراسه الدعاه لهذه الوقائع؟ أو ما الأهمية التي تعود على الدعاة من وقوفهم على هذه الوقائع؟ إن تجارب العلماء والدعاة وتصرفاتهم في الوقائع الدعوية تعتبر مصدرا هاما من أهم مصادر الداعية، لأنه ينطلق من تجارب صادقة مرت على الدعاة فيستضيء بها الداعية في العصر الحديث. لماذا كانت أهميتها؟ كانت لهذه النقاط التاليه: اولا، اكتسبت تلك الوقائع اهميتها من تاكيد النبي صلى الله عليه وسلم على ان العلماء ورثه الانبياء، هذا ما قاله النبي العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، دي وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ايضا لماذا كانت هذه التجارب مهمه؟ لانها تعين الداعيه على فهم المصادر التي لابد ان يسير عليها كما قلنا، وان يستنبط منها الاحكام التي تعينه على تبليغ دعوه الله عز وجل، اذ ان هذه الاستنباطات وهذه الوقائع تعتبر تطبيقات عمليه لمنهج الله تبارك وتعالى وطريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا كانت هذه التجارب هامه لانها بمثابه اجتهادات التي تعد مصدرا تبعيا يستفاد منه في ضوء المصادر الاصليه السابقه. يعني كما ان الداعيه استفاد من مصادر الاسلام الاولى، القران والسنه وسيره الخلفاء الراشدين، وسيره النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، كذلك يسير وفق هذه التجارب متعلما مستنبطا لانها بمثابه الاجتهادات التي لابد ان يسير عليها وهي حقا تصيب وتخطئ، فيتعلم الداعيه كيف يكون الصواب و وكيف يتجنب مواطن الزلل والخطأ. أيضا أجمع العلماء إذا أجمع العلماء على التعامل مع واقعة ما بشكل محدد كان عملهم حجة بسبب الإجماع، أي أن تجارب العلماء والدعاة التي اجتمعوا عليها واتفقوا عليها أو ساروا على منهجها أو أسسوا لها منهجا ما هذا المنهج يعتبر اجماعا وان اختلفت اراءهم واجتهاداتهم فيها من عصر الى عصر كانت اراءهم اجتهاديه تنير الطريق لغيرهم كما هو شانهم في الاجتهادات الفقهيه والان ماذا عن المنهج الذي يسير عليه الداعيه في التعامل مع هذه الوقائع ان المنهج واضح جلي في ان الداعيه عليه ان يسلك سلوك الدعاه مع مصادر الدعوه اذا هو ان يقدم الكتاب والسنه اولا ثم تاتي بعد ذلك الاستفاده من تلك الوقائع والاعتماد عليها في فهم النصوص واستنباط الادله لحل المشكلات الدعويه وكاننا بهذه الكلمه الاخيره نجسد الغايه التي من اجلها عقدت هذه الدروس كلها انما هي لاعداد الداعيه على الطريقه المثلى في الخروج من المشكلات الدعويه وهذا ما سنتعرف عليه في حينه من هذا المقرر او من مقرر اخر يتلوه ان شاء الله تبارك وتعالى